ألف، المنوفية 1,460,000، الشرقية 1,990,000، القليوبية 938,000، دمياط 293,000، كفر الشيخ 793,145، الفيوم 501,000، مرسى مطروح 71,816، الوادي الجديد 48,000، بورسعيد 261,300، الإسماعيلية 351,000، السويس 170,000، البحر الأحمر 99,000، شمال سيناء 72,000، جنوب سيناء 39,000، بني سويف 487,000، أسيوط 690,000، المنيا 852,000 ومية، سوهاج 695,000، قنا 450,000، الأقصر 240,000، وأسوان 350,000. لما تعمل عملية التجميع، وفي طبعا دي العمليات الجامعة، لأنه في بعض اللجان كمان ما كانش فيها، إنما المؤشرات بتقول 22 مليون. لما يبقى 22 مليون في اليومين، وإن شاء الله يكتمل النهاردة زي ما قلت لكم، الذين لم يتمكنوا من التصويت هم الذين سيدلون بأصواتهم، يعني ربما نصل إلى من 25 مليون ل 26 مليون ل 27 مليون، وأعتقد أننا لم نصل لهذا الرقم من قبل. وبالتالي هنا اوعى حد يفسد فرحتكم، اوعى حد يحاول انه يدعي ويتصيد ان اليوم الثالث لانقاذ احد. مصر لا تحتاج لانقاذ، مصر ينقذها ابنائها، ولا يوم حتى هينقذ الوطن، انما اللي بينقذ البلد هو الاراده الشعبيه اللي بتستمر، لا يوم ولا اتنين ولا تلاته يمكن ان ينقذ احدا ولا وطنا. وبالتالي هنا علينا أن نحتفل اليوم بنتيجة الانتخابات، الاحتفالات هتخلي الناس كلها تشوف كيف يحتفل المصريون بنتائجهم، كيف يحتفلون بانتخاباتهم، لأنه هو عاوز يفسد عليك فرحتك، وعاوز يستخدم أساليب للتشكيك هو يستخدمها منذ 30/6، بيستخدمها يومين ثلاثة هيستخدمها الانتخابات. 22 مليون، 30 مليون، 32 مليون هيستخدم هذه الوسائل. يعني هيبقى السؤال الثاني، هل هنا الأستاذ حمدين صباحي هيدخل في لعبة التشكيك في نتائج الانتخابات، وهي لعبة ملغمة ولعبة في منتهى الخطورة؟ هو ده سؤال أعتقد بأنه يعني أعتقد أنه الجميع يجب أن ينصح الأستاذ حمدين ألا يدخل في هذه اللعبة، لأنها عموما لن تؤثر على الإرادة الشعبية. كون الناس بتتحدث بقى، أهم ما في الموضوع كون الإعلام الأجنبي وكل هذه الدول وكل هذه المنظمات تتحدث عن أنه الإقبال يا سيدي ضعيف. طب خلاص أنت معترف بأنه مفيش تزوير، وتعترف بأنه لم يتم التأثير على الناخبين بوسائل غير قانونية ولا بوسائل فيها استخدام ديني أو استخدام للمال السياسي. كويس جدا أنك بتعترف بذلك. يبقى لما نقدم لك نتائج الانتخابات بهذا الشكل، عليك أن تقول للعالم كله بقى أنه هذه الانتخابات نقية وبلا أي شبهات، وخلينا نتعامل مع الأرقام بقى ونعمل لها مقارنة بين ما سبق وما جاء. ما تقوليش أصل هي دي شرعية 30/6. طيب لو شرعية 30/6
ما بين 22 مليون و 25 مليون مع عندي فيه لا, لا, لا يمكن أن تنكر أن في جانب من أنصار ثورة 30/6 لم يذهب، وفي جانب من أنصار ثورة 30/6 بيتعامل مع المظاهرات حاجة ومع الانتخابات حاجة. ثقافة الانتخابات عندنا تختلف، ثقافة الانتخابات في ناس ما عندهاش ثقافة الانتخابات ولا تذهب إلى الانتخابات ولا تتعامل معها لأنها مصيرية، لكن يمكن أن تتعامل مع المظاهرات على أنها مصيرية. بالإضافة إلى زي ما قلت لكم الأصوات التي ضاعت بسبب أخطاء وقع فيها الجميع، سواء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة أو البعض ممن لا نستطيع حتى الآن أن نضمن بوسائل ألا يصوت الوافد مرتين، وبالتالي كان ممكن أسمح للوافدين بالتصويت وما ضيعش هذه الملايين اللي ضاعت، بالإضافة إلى إغلاق الأبواب أمام البعض وعدم المد